هذه لو تروح أنت تجمعها تشوف روحك كأنما تركبها ترتيبا متسلسلا ذات نظام محكم عجيب، لذة معرفية. بس الواحد يضيع، بس الواحد يقعد شوية جهده شهر واحد على كلمة، سيجد تلك العظمة في عظمة القرآن من خلال هذا الأمر. لذلك هذا يسمون التفسير الحديث الآن بمعنى التدبر، متابعة وملاحقة قضية معينة، ستجد أنها مركبة تركيبا متقنا ما تجد أن الآية لكن نعم. نفس القضية نبي الله موسى لا الشيخ محمد عبد الأمين، هذه عملية ترتيب. ولذلك تجد أنك أمام معرفة متسلسلة مترتبة لذيذة جدا فيما يسمى طوله بسرعة بخلوه شكلته يطول اسكت خلنا نتسمى لا تعرفوا تملاك لما الواحد يلاحق بعض الكلمات ويجمعها ويتوصل إلى معارف وعلوم عجيبة. طلعوا عندنا جماعة في العراق 4-5 من المدرسين وأسسوا لهم جماعة يسمونهم جماعة اللغة القصدية. هو ترى من بتها هو نظرية كم كم أنت مبارك برشلونة، وبالتالي صارت عدد قضية في العراق ومحاكم رضا. صارت أنه هذه سكت سكت خلني يتم على أن الخالو من هذا الأمر لكم على أنكم أنتم من أتيتم بها لغيروا بس العنوان، وإلا هو الباطن الأمر اللي مضمون واحد وصارت عليه قضايا ومحاكم. هذه قضية الحركة القصدية باللغة العربية وفي النهاية نهاية تتبع الكلمة تأخر شفتوا ايش الطبخة بينه وبينك ريحتها واصلة لهني شكلها صالونة لحم جميلة جدا. هاي معنى التدبر ابو هاشم سيد حسين سيد احمد خوش طبع الحين جاي تفكر في العشاء او جاي تسمى مو شغل شنو علاقة اقفال القلوب ورجع عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يخاطب أحد الصحابة ويقول له يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أيها الأحبة، لحضور مجالس أهل البيت عليهم السلام العديد من الفوائد، ومنها ما ذكره الحديث السابق وهو حياة القلب، وهو بمعنى وجود البصيرة النافدة عند المؤمن. لذا فحضور مثل هذه المجالس له خصوصية وثواب عظيم، ولكي يكون هذا الثواب أعظم علينا جميعا أن نلتزم بآداب المجالس الحسينية والمجالس أهل البيت عليهم السلام. فلا بد لنا من الالتزام الهدوء والانصات جيدا للخطيب والابتعاد عما يشغلنا عن الاستماع له أو يربك الحضور مثل الذي رأيناه في المشهد السابق. ولذلك تكون هذه المجالس مجالسا راقية ويحضر فيها القلب ويستفيد منها الجميع كبارا وصغارا. صل على محمد وآل محمد.